مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد الى هذه الحلقه التي خصصتها للحديث عن استمرار الاعتداءات على خطوط الكهرباء، وبالتاكيد اكثر المحافظات اليمنيه منطفئه بسبب الاعمال التخريبيه التي شهدتها محافظه مأرب. اذا مشاهدينا الكرام، نعود لاستقبال مكالمتكم، وارجو ان نتقيد بالموضوع المخصص لهذه الحلقه ونستقبل الآن مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أخي الكريم، جيبوا لي الصوت يا شباب. معك عبد المجيد. أخي الكريم، تعرف عليك؟ عبد المجيد المجيد. عبد المجيد، من أين عبد المجيد؟ من الرباط. تفضل أخي الكريم، الكلمة لك. أولا أحيي المستقبل وأحيي جميع وطاقم لأن الكهرباء نعم، وهذا كله من نظام الزايد، ولكن بإذن الله على الطاولة. نعم، سف أخي الكريم عبد المجيد، لا أسمعك بشكل جيد، يبدو أنه عندك تغطية ضعيفة، لكن على كل حال وصلت رسالتك. أنت تؤكد أنه المخربين هو مدعومين من قبل نظام المخلوع البائد. شكرا لك أخي عبد المجيد من البيضاء. مكالمة أخرى، السلام عليكم. هلا، مرحبا أخي الكريم، تعرف عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخي. معك محمد الباسعيدي. محمد الباسعيدي. الباسعيدي من أين؟ من عدن. حياك الله أخي محمد، تفضل، الكلمة لك. حياك الله يا اخوي. يا اخي مشان هذا الكهرباء قطع الكهرباء واصل واصل، ليش ما يقومون في الحرافه؟ مسدود الارض شغلتها هذه اللي هم شغلتها اذا سموا خلاص يكون عبره لغيره. نعم. اما يجلسوا هكذا يسبروا الشهر من السجن، نعم. القران فيه الاحكام الشرعيه لكل شيء فيه. نعم. ليش ما نحكمها؟ واحنا نقول الدستور القرآن. وين القرآن؟ وين الدستور هذا؟ ما في مقارنة، ما في. نعم. طيب. الأحكام يقولون هذا الأعمال التخريبية تنتهي. نعم. وباب اليمن يعلقوه ويسلبوه، يكون هذا الكلام أبدا. طيب. في هذا الكلام. نعم. ما عاد كلام بطبطة ولا طريق بيقطع ولا شيء. لا تفرح الغالب كاتب الحكومة. الحبل على الغرب للناس. كيف يصلح اللي براسه؟ طيب عدن. طيب. اليوم عدن قطع الخط في عدن. اخي محمد، دعني استغل وجودك ايضا معي لانك من ابناء عدن. وخط الموضوع. ليش؟ لان ما في حكومه. ما في نظام. اخي محمد. نعم. دعني استغل وجودك معي لانك من ابناء محافظه عدن. تحدثني عن الاجواء خاصه، وعدن هذه الايام تشهد اجواء حاره. وكيف هي الصوت شوي. اذا يبدو ان هناك مشكله في الصوت. على كل حال اخي الكريم محمد الباسعيدي من محافظه عدن، وصلت رسالتك، وانت ايضا تؤكد على ايه الحرابه في القران الكريم حتى يكون المخربين لمن يعتبر. شكرا لك اخي محمد. مكالمه اخرى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. مرحبا اخي الكريم، تعرف عليك؟ معك علي ابو بكر. علي ابو بكر من السعوديه. علي ابو بكر من السعوديه، تفضل اخي علي، الكلمه لك. اقول لك ان شاء الله انقطع خطوط الكهرباء هذه والاعتداءات عليها. هذا ناتج عن بعض الدوله. اما بالنسبه لمعارض، احنا ما نكلف الناس اكثر من طاقتهم، وما حد معارض وهم بقطع التيارات الكهرباء على الناس. نعم. ولكن انا اطرح الاعتبارات لانه هذه اكيده والناس عارف منظمه. ان كنا بقطع النظام السابق المؤتمر الشعبي العام وكذا تكون معنا من الاصلاح. هم اللي خربوا البلاد يعني. غير المؤتمر والاصلاح في اليمن خربوا الامن بالغلط. طيب ما هو الحل اخي علي برايك؟ والله الحل ان الثوره هذه يجب ان تقضي على من هو في الاصلاح وفي المؤتمر بشكل عام، لانهم كلهم بادين من عند عبد الله صالح على اصغر واحد ومن عند الشيخ صادق الى اصغر واحد.
شكرا اخي علي ابو بكر من المملكه العربيه السعوديه على مشاركتك معنا. مكالمه اخرى، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخي الكريم، تعرف عليك. معك سليم الملجمي من البيضاء. سليم الملجمي من البيضاء. ايوه. تفضل اخي سليم، الكلمه لك. اولا احييكم واحيي قناه سعيد، قناه الثوره والمستقبل باذن الله تعالى. حياك الله اخي سليم. ثانيا مشكله الكهرباء هي مشكلة صعبة جدا في جميع أنحاء اليمن. وتقطع الكهرباء هي من أعمال النظام السابق، وكلها يعني من آخر الأوراق التي استخدمها النظام السابق. نعم. ولكن تكاتف أبناء اليمن كما عيدناهم في ثورة الشباب وثورة جميع اليمنيين بإذن الله تعالى سيحمون خطوط الكهرباء ويحمون وضد كل مخططات النظام البائد. نعم. واخي ماجد اغتنم هذه الفرصه في قناه سهيل، اكبر مشكله عندنا مشكله الكهرباء في منطقه الطفه. فين؟ في منطقه الطفه مديريه الملاجئ والطفه. محافظه؟ في البيضاء. بيضاء نعم. يطفى يعني يولع الساعه 6 الى 6 ونص، نص ساعه فقط. ويطفي الى الساعه 10 ويولع من الساعه 10 الى الساعه 12. يعني كل هذا من يعني هم بقايا الذين يحكمون الكهرباء هذا هم بقايا النظام. نعم. وبمساندة من المحافظ الذي يطالب دائما وكل خميس نخرج نطالب الرئيس الجديد بخلعه، لانه هو من يقوم بتوظيف كل المفسدين والفاسدين. نعم. اشكرك اخي. نوجه هذه الرسالة من عبر قناة السعيد ان تصل الى وزير الكهرباء ورئيس الجمهورية تعالى. اشكرك اخي سليم الملجمي من محافظة البيضاء، ان شاء الله تصل رسالتك الى جهات الاختصاص. اشكرك على مشاركتك معنا. مكالمة اخرى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، كيف حالك استاذ؟ حياك الله اخي الكريم، تعرف عليك. حسن هاشم. حسن هاشم من اين؟ من سعدة. حياك الله حسن، تفضل. اخي العزيز، من يدفع هذه الاعمال التخريبية من بدايه النظام والفاسدين؟ تخيل اخي العزيز، عندنا في صعدة بعد تغيير المدير السابق المعروف بفساده كان هناك ايادي للتعامل على ضرب المحطه بشكل مستمر. نعم. وبعد ما الفتن تم ازاحته، وهذا خطوه ايجابيه للاخ المحافظ، والان العمل بشكل جيد لتعاون الجميع المجتمع والسلطه المحليه يمكن حل الاشكاليه. ولكن الملفت للنظر هو المدير السابق اصبح مديرا للمنطقه بمحافظه عمران الكهرباء، فيحكم مثل الباطل ويحرقهم من الفاسدين. لا يمكن حل الاشكاليات الا بازاحه الفاسدين. نعم. ومراقبة المجتمع والسلطه المحليه. نعم. اشكرك اخي حسن هاشم من محافظه صعده، شكرا على مشاركتك معنا. اذا مشاهدي الكرام، نذهب الى فاصل انشادي ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقه، تفضلوا بالبقاء معنا. على قهر المحال قادر، إذا قال الوطن كلمة نقول لي يا وطن حاضر، وشعبي انشحت عزمة على قهر المحال قادر، على قهر المحال قادر. وطن معروف بالحكمة كما قال النبي الطاهر، وفي خد الفخار اسمه رسم ماضي والحاضر. وطن معروف بالحكمة كما قال النبي الطاهر، وفي خد الفخار اسمه رسم ماضي والحاضر، رسم ماضي والحاضر. وطن ما يقبل القسمة ولا يقبل نظام جائر، فشدوا العزم والهمة ليشرقوا فجرنا ساهر. وطن ما يقبل القسمة ولا يقبل نظام جائر، فشدوا العزم والهمة ليشرقوا فجرنا ساهر، ليشرقوا فجرنا ساهر. وطن كلمة نقول له يا وطن حاضر، شعبي انشحت عزمه على قهر المحال قادر، اذا قال
الكهالي وطن يا ملهم الأمة إلهي الكون لك ناصر بك الأجيال مل وكل الشعب متآزر وطن يا ملهم الأمة إلهي الكون لك ناصر بك الأجيال ملتمة بكل الشعب متآزر وكل الشعب متآزر وعشقك يا وطن نعمة وخيرك للجميع وافر سنركبك إلى القمة فتمضي للعلا سائر وعشقك يا وطن نعمة وخيرك للجميع وافر سنركبك إلى القمة فتمضي للعلا سائر فتمضي للعلا سائر بأجالي وطن كلمة نقول له يا وطن حاضر شعبي إن شحت عزمه على قهر المحال قادر إذا قال الوطن كلمة نقول لي يا وطن حاضر شعبي إن شحت عزمه على قهر المحال قادر على قهر المحال قادر إذا قال الوطن ما نقول له يا وطن حاضر. إذن مشاهدي الكرام نعود إلى موضوع حلقة هذه الليلة من برنامج الكلمة لك، وبالتأكيد هي لكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، والبرنامج هو مفتوح لكم لتقولوا كلمتكم لتطرحوا آراءكم حول هذا الموضوع المخصص لهذه الحلقة وأيضا حول مواضيع أخرى متعددة ومتجددة في حلقات قادمة. إذن أعود لاستقبال المكالمات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كريم، تعرف عليك؟ معك نبيل الفقيه مديرية جبلة. حياك الله أخي نبيل الفقيه من جبلة، تفضل يا نبيل الكلمة لك. أولا شكرا أخي ماجد، والموضوع أعتقد أنه مهم وحديث الساعة وموضوع يدير في بالنا جميعا، ويؤلمنا أنه لا زال من أبناء الوطن من يعتدي على الكهرباء. وأعتقد أن الكهرباء بلادنا تدخل موسوعة للأرقام القياسية في اعتداءات متكررة لأكثر في العالم وهي بلدنا. يعني بأيدينا نخرب بلدنا. أنا أناشد هؤلاء أن يسمعوا مني هذه القصة الصغيرة. اليوم في محافظة الحديدة 8 أطفال مع أمهم يتوفون بسبب انعدام الكهرباء واستنشقوا مادة الغاز وماتوا جميعا. تخيلوا هذا الموقف لأبنائكم، تخيلوا لبلادكم، تخيلوا أن هذا امرأة من امرأتكم أو من عائلتكم اليمن تقطعون الكهرباء. 8 أطفال مع أمهم، الأب يتصل من السعودية يحاول أن يتصل فلا أحد يرد عليه، وقد ماتوا وتوفوا جميعا. هذه الحادثة اليوم في مدينة الحديدة. وبالله عليكم أنتم من تقطع، لن تضروا الحكومة، لن تضروا أحد، ضررتم أمثالكم. يعني هؤلاء الأنفس والله أنكم ستحاسبون عليها يوم القيامة. بلدنا لابد أن نحافظ عليها. ذهب علي عبد الله صالح وزبانيته ودراويشه، ماذا بقي لكم؟ يعني إذا كان أيام علي صالح تضغطون على الشارع، تضغطون على الثوار، لكن ماذا بقى الآن؟ بقت بلدنا نحافظ عليها. العالم يضحك علينا، والله أن الناس يضحكون علينا سواء المؤيدين أو المعارضين. يعني إذا كان لكم مطالب اعطوها إلى الحكومة، اخرجوا بمطالبكم. مطالبكم جزء من مطالب الناس، وهذه لجنة الثوار ستشكل للجميع. أنا أناشدكم وأناشدكم بالله عز وجل أن ترحموا هذا الشعب، يكفيه معاناة. والله لو كان شعب آخر لخرج إلى الشوارع مجاعات، لكن شعب صابر، شعب صامت، خاصة في أيام هذه الحرب بأمثال عدن وحضرموت والحديدة وغيرها. الناس يدعوني عليكم، وأنا أناشدكم بالله عز وجل أن ترحموا هذا الشعب. فأنتم يمنيون ونحن يمنيون، واليمن يعتز بوطنيته ويعتز بدنه. وأناشدكم أمام الله تعالى أن
هؤلاء 8 أطفال مع أمهم يموتون ويستنشقون الغاز. أكرر هذه القصة وستجلس في بالي وفي ذكرى حتى نرى هذا الوطن جميل. شكرا نرى لماذا كل هذا الحقد على هذا الوطن؟ والسلام عليكم. شكرا لك أخي نبيل الفقيه من جبلة. بالتأكيد مشاهد الكرام هذا الذي ذكره أخي نبيل ما هي إلا أيضا جزء من حالات عديدة في الحديدة، في عدن، في حضرموت، في جميع المناطق وخصوصا المناطق الحارة هذه الأيام في ظل انقطاع الكهرباء. كلمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الكريم، نتعرف عليك. أهلاك يا أخي ماجد، وأحيي كل العاملين في قناة سهيل، حياك الله. الدورة والثوار. حياك الله أخي، نتعرف عليك في البداية. معك عوض قاعد المحافظة شبوة الصعيد. حياك الله أخي عوض من محافظة شبوة الأبية، تفضل يا عوض الكلمة لك. يا أخي الكريم، يجب أن نحط النقاط على أن نضع النقاط على الحروف وأن نسمي الأشياء بأسمائها. نعم. وأن نكون في قمة الشجاعة. نعم. لقد ولى زمن الخوف والرعب والهوان لهذا الشعب، وقامت ثورة 11 فبراير من أجل تغيير الأوضاع المتربية ومستويات المعيشة المتدهورة لحياة هذا الشعب. نعم. ولهذا أمام الشعب اليمني لم نسمع ولم نشاهد يوما من الأيام قبل انطلاق الثورة أن برج من أبراج الكهرباء تم تدميره في أي محافظة من محافظات الجمهورية. أنت ما يا أخي. نعم نعم، تفضل أخي عوض، تفضل. والثورة قامت يا أخي من أجل تحسين مستوى ومعيشة الشعب إلى الأفضل في جميع مناحي وفي جميع مختلف قطاعات الحياة. ولهذا فإننا بكل شجاعة نحمل النظام السابق مسؤولية ما يحصل من تفجير أفجار أبراج الكهرباء في كل محافظات الجمهورية. نعم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن اجتماع الثورة الذي قاموا من أجل تغيير هذا الوضع أو اللقاء المشترك الذي حانت هذه الثورة إلى آخر لحظة أن يقوم بتدمير برج من الأبراج أو تخريب مصالح الشعب. الدورة هذه عدد من أجل وضع مستوى حياة الشعب على جميع على مستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعيشية. فهذه أفضل أن أحد من شباب الدورة هم الغراء المشترك يذهب إلى تدمير برج من أبراج الكهرباء ويحمل خسائر الدورة تجاوز 15 مليون دولار يوميا. هذا سؤال يا أخي يجيب عليه الطفل الصغير، لا يمكن بأي حال من الأحوال. فلهذا كل ما يحصل من تخريب في جميع مجالات الحياة في اليمن فهو النظام السابق. لابد من الحكومة الوفاق الجديدة والرئيس عبد الله منصور هادي أن يضربوا بيدهم الحديد وأن يقدموا الجناح ويحاكموا محاكمة عادلة أمام الشعب اليمني، ونعرف من هم هؤلاء ومن وراءهم. لأننا على أن نجد مرة في شريط أخباري يجيبوا أسماء مجموعة من الذين يفجروا أبراج الكهرباء وفي نفس الوقت تمر شهر شهرين ولا نسمع ولا نسمع ولا نسمع هؤلاء الناس. لماذا لا يتم تقديمهم أمام العدالة وأمام الشعب اليمني ونعرف حالهم هؤلاء ومن وراءهم؟ نعم أشكرك أخي. ولهذا نناشد الرئيس عبد الله منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني بأن تجد في هذه المواضيع وأن تكون هناك شفافية وأن تقدم الجناح إلى أمام الشعب اليمني وتتم محاكمته. نعم. أحييك أخي عوض على حقتك على وطنك، وبالتأكيد إن شاء الله ستصل رسائلك هذه إلى جهات الاختصاص. أشكرك عوض من محافظة شبوة. مكالمة أخرى أو أقرأ بعض التعليقات فيما تبقى من وقت هذه الحلقة. إذا نستقبل هذه المكالمة. ألو السلام. ألو السلام عليكم. ألو. ألو سلام الله عليك. مرحبا أخي الكريم، تعرف عليك؟ عبد الرحمن أحمد. عبد الرحمن أحمد، من أين يا عبد الرحمن؟ من صنعاء. تفضل أخي عبد الرحمن، الكلمة لك. بخصوص أنا أقول هذه الكلمات وهذا الشجب وهذه الإدانة، أظن أن المخرب الذي يقوم بقطع الكهرباء لن يسمعها، وأن الذي يقطع الكهرباء لابد أن يجد دولة حازمة، لابد أن يجمعه ويرده عن غيه، لابد أن يرى حكومة تضرب بيد من حديد من أجل أن يرتد عن هذه الأعمال التخريبية. لكن ما نراه اليوم هو مجرد شجب، هو مجرد تنديد، هو مجرد مطهرضة للمواطنين، وكأن الحكومة تضطب على من يدعى الكهرباء وتقول له لو سمحت تقطع الكهرباء،
نحن نريد حكومة تضرب بيد من حديد وتخلص الشعب اليمني الذي يعاني مرارا وتكرارا من انطفاء متكرر كهرباء. أين هيبة الدولة؟ أين هيبة النظام؟ أين الحرس الجمهوري؟ أين الجيش؟ أين الأمن المركزي؟ كل هذه الأجهزة الأمنية تجد عاجزة أن ترد بعض المخربين الذي يقوم بتخريب الكهرباء بشكل يومي. أظن أن هذا يسمى عجز باختصار. يجب أن لا نلقي اللوم على الآخرين، وأن يجب أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته بما فيها الدولة التي كانت في السابق تلقي اللوم على النظام السابق، وهي اليوم تجد عاجزة أمام المخربين. أشكرك أخي عبد الرحمن من صنعاء على مشاركتك معنا. إذن مشاهدي الكرام، سنقرأ بعض التعليقات التي وصلت إلى صفحتنا على الفيسبوك، وتوقفنا عند جمال المزحاني يقول الله يجازيه بما يقصد المخربين. حسين أيضا يقول لازلنا شعب نفضل مصالحنا الشخصية على مصالح المجتمع كامل. رشاد عبد الغني يقول هذا يا جماعة مصلحة للجميع، عفوا يقول هذا يا جماعة مصلحة للجميع، لماذا بالاعتداء على المصالح العامة ومحاربة المساكين. أحمد الشريف يقول الله يخرب عقله الذي يقطع ويخرب الكهرباء، هذا ليس منا، هذا من استهوت الشياطين. أحمد الوائل يقول ما يوجهه اليوم أبناء الشعب اليمني من انقطاع واعتداء على أبراج الكهرباء هي عملية انتقام. نعم أحمد. رشاد عبد الغني يقول، أو أحمد الوائل يقول ما يوجه اليوم أبناء الشعب اليمني من انقطاع واعتداء على أبراج الكهرباء هي عملية انتقام والنيل من الشعب اليمني العظيم. أتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة السيئة التي لا تنتمي لشهامة اليمنيين. مبروك فارع يقول ربي جمد عروقه. عبد الحميد كامل اللهم أهلكهم ولا تغادر منهم أحدا. محمد المقولي يقول الراعي وشلته في مجلس نواب شكلوا لجنة لتقصي الحقائق حول العراك بالأيدي داخل ساحة التغيير قبل شهور، أما جرائم سيدهم التي يهدف بها أن نترحم عليه لا علاقة لهم بها إن لم يكن لبعضهم يد فيها. خلنا كفروا يا عفاش ونشتري الشمعة بألف. خالد الحروي يقول اللهم أهلك السفاح. ياسر الحياني يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أهلكهم ولا تقادر منهم أحدا يا رب العالمين. أيضا مشاهدي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الكلمة لك. في الختام أشكر كل من تواصل معنا عبر الهاتف، وكما أشكر أيضا كل من علق على صفحتنا في الفيسبوك، ولما تسنى لنا قراءة تعليقاته نظرا لضيق الوقت. على كل حال مشاهدي الكرام، أنتم على موعد أيضا مع مواضيع متجددة ومتعددة في برنامج الكلمة لك الذي يأتيكم كل أحد وخميس. موعد البرنامج الأحد والخميس، إلا إذا كانت في حلقات استثنائية لمواضيع طارئة وعاجلة. إذن مشاهدي الكرام، أشكركم جميعا على حسن المتابعة والإصغاء. أنقل لكم في ختام هذه الحلقة تحية فريق العمل، ماجد دهيم يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.